الرز مع العدس الأصفر. نخلطهم راح نغسلهم غسلة جيدة. المقادير هي كوب من الرز وكوب من العدس. نغسلهم جيدا ونخليهم على الطباخ يستوون. تابعوني التفاصيل وطريقة وصلنا العدس والشسنة نزلنا الماجي الخضار. راح ننزل حمد دهن صار حار. نزلنا العدس ونزلنا الرز اللي خلطناه مغسول جاهز. بس راح نخلطه شوية يتحمر بعدين نخليه المي. هذا مو اجباري الماجي باللحم، تقدرون تخلون بلا ماجي بس ينطي طعم أبيض ونكهة أبيض. طبعا هاي الوصفة وصفة والدتي، هي تخلي خلت شوية كركم شكل كلش جميل. ونزود الكركم خيار صحي، واحد يستعمل الكركم بأطباقه اليومية. وطبعا شوي قليل من الملح أيضا، إذا حطينا ماجي وهو أيضا بالملح. يتحمر الرز جيدا. نزلنا الماء وخلطنا الخليط بس يغطي الرز والعدس، يكفي هيك. ونخليه على نار متوسطة تقريبا إلى عالية، ونتركه تقريبا ربع ساعة وصارت طبختنا جاهزة بعد ما يستوي. هاي هسه نشف الماء وخلينا تحت الطباخ سيباية أو شي يكون أعلى من النار. نخلطه شوية وبعدين نغطي الجدر، نتركه ربع ساعة يتهدر على درجة حرارة واطية جدا. طبعا كمية البصل حسب الرغبة، هو كل ما تكثر البصل طيبها، بس احنا هنا ما يحبون البصل هواية. راح نسوي بس قليل، كمية قليلة. أنا ووالدتي راح ناكل بصل بيه. راح نحمصه، نخليه يتحمر يصير كريسبي ونصفي من الزيت على مود لا يصير عندنا زيت هواية بيه. تابعوني للآخر وشوفون التفاصيل. نقلبه بحيث لا يحترق، يعني يتحمر. بالنسبة شكلها كلش حلو ذهبي. والطعم يصير كلش لذيذ مع هاي الوجبة. طبعا احنا هذا البصل صار جاهز. راح نصفيه من الزيت ونقدمها مع الوجبة. هذا شكلها نهائي، شكل كلش جميل وحلو. أتمنى تجربوها إذا عجبكم. الفيديو، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلون الجرس على الكل على مود يوصلكم اشعار من عندنا من ننزل فيديو. صحتين وعافيه ونشوفكم بالفيديو القادم.